طيب، مساء الخير او صباح الخير حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو النهارده. انا محمد مدحت وده ريفيو جديد على القناه. مبدئيا كده قبل ما نبدا فيديو النهارده حابب اشكركم جدا كالعاده على الدعم اللي بتدعموه لي على الفيديوهات اللي فاتت، واتمنى يا رب الدعم ده يستمر. عايز بس اطلب منكم طلب صغير، يا ريت كل حد بيتفرج على الفيديو دلوقتي ينزل يشترك في القناه. والله يعني انت مش تخسر اي حاجه لما تشترك في القناه، هي ثانيه واحده بس ودوسه واحده بس هتشترك فيها في القناه، بس هتبقى ساعدتني بيها كتير جدا. يعني ممكن ما تفرقش بالنسبه لك بس بالنسبه لي انا هتفرق. فاحنا لو كان كل واحد اتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وكان اشترك في القناه كان زماننا دلوقتي واصلين لرقم كويس جدا من الاشتراكات يعني. فطبعا مش اجباري، بس بعد اذنكم اللي يعجبه الفيديو او حاسس ان انا فعلا ببذل مجهود في الفيديوهات فيا ريت، او ان انت حاسس مثلا استفدت حاجه، يا ريت تدعمني وتساعدني وتشترك في القناه. وبس كده، يلا بينا نبدا فيديو النهارده. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن عربيه دلوعه جدا، بمعنى اصح هي عربيه فيها لمت كل الفيتشرز المحطوطه ثانيه في كل العربيات اللي في نفس اللي اعلى منها في الفئه السعريه، لمتها وجمعتها وعملت منها كوكتيل صغير كده وحطيته في العربيه دي. العربيه اللي هنتكلم عليها النهارده هي العربيه الام جي اتش اس ل 2021. يلا بينا. هي الاتش اس اولا كده العربيه دي بدانا نشوفها في الشيب الجديد بتاعها، بصراحه شيب واوبشن وفيتشرز حاجات رهيبه جدا في الفئه السعريه دي. العربيه دي بتنزل بنسختين بس والاثنين نفس المفهومش اوبشن زياده عن بعض، بس العربيه دي ما بيزيدش على الفئه الثانيه فيها اي حاجه غير بس ان الفئه دي بيبقى اسمها نسخه ليفربول والفرش بتاعها بيبقى لونه احمر. فطبعا بس عشان انا عودتكم ان انا دايما بشرح على اعلى فئه، لا هي اللي معانا النهارده دي اللي هي اول فئه، بس الثانيه ما بتزيدش عنها اي حاجه غير الفرش الاحمر بس. فخلينا بقى نبدا ريفيو النهارده ونبدا اول حاجه بالموتور كالعاده زي ما تعودنا دايما. يلا بينا. العربيه دي بتنزل بموتور 1500 سي سي تيربو بيطلع 169 هورس باور و250 نيوتن متر. العربيه دي بتتسارع من 0 ل 100 في 9.8 بالظبط. ده التسارع بتاعها، يعني بالنسبه لعربيه اس يو في فهو ده حاجه ممتازه. يعني العربيه دي نازله بفتيس 7 سرعات اوتوماتيك، وطبعا استهلاك البنزين بتاعها 6.8 لتر لكل 100 كيلو، فطبعا الاستهلاك ده جميل جدا بالنسبه للعربيه برده في الاول في الاخر اس يو بس. ودي كانت كل حاجه عن الموتور بتاعها. طبعا الموتور زي ما احنا شفنا يعني حاجه كويسه ومحترمه. يعني خلينا بقى نتنقل للارقام والمساحات بتاعه العربيه ونشوف الدنيا فيها ايه. العربيه دي بتنزل بشنطه خلفيه 463 لتر، هي مساحتها معقوله بالنسبه للعربيه اس يو في، وتانك بنزين بتاعها 55 لتر برضو ده حاجه معقوله بالنسبه لاستهلاكها يعني. وطبعا العربيه بتنزل بشنطه 18 في الفئتين بتوعها، لان احنا زي ما اتفقنا ان مفيش اي اختلافات ما بين الفئتين. ودي كانت حاجات مبسطه كده عن المساحات بتاعه العربيه، وبرضو هنشوفها كلها واحنا بنتفرج على العربيه من بره ومن جوه. هو الريفيو ده كده هيكون سريع بس لان العربيه يعني ما فيهاش فئات كتير نلعب ما بينهم، يعني هي فئه واحده هنقول كل اللي فيها ونتفرج عليها بالتفصيل. نيجي بقى للامان وانظمه الفرامل في العربيه دي. يا بصراحه يعني ابهرتني العربيه دي. بتنزل في الفئتين طبعا زي ما احنا اتفقنا مفيش اي اختلافات ما بينهم، بتنزل ب ABS و ABD و ESP، وبتنزل بستة اير باج. طبعا سنسور خلفي، ما فيهاش سنسور امامي، كاميرا خلفيه، فرامل كهرباء، وطبعا نظام نقط عامية ومراقبة ضغط الإطارات. كل دي حاجات موجودة في أول فئة في العربية يعني. وطبعا في تنبيه لما بتيجي تفتح الباب ولو في عربية وراك، فكل الحاجات دي بتنزل من أول فئة، ومرايات تعتيم ذاتي. فبالنسبة لأنظمة الفرامل والأمان في العربية دي هي بصراحة جميلة جدا يعني. بالنسبة لسعرها هي العربية، احنا في الأول في الآخر بنتكلم في عربية ب 400,000 جنيه ولا 405، فكل ده ان هو ينزل فيها بصراحه، غير بقى الاوبشن اللي هنشوفها فيها، وهي دي برضو اكتر حاجه عجباني يعني. نهينا بقى عن حته انظمه الفرامل والامان،
لا هي العربية فيها اوبشن ودلع حلوين قوي يعني، هنتفرج عليهم بالتفصيل وانا متأكد انها تعجبكم. نيجي بقى للجزء اللي انا بحبه جدا في العربية دي. العربية دي بتنزل، نيجي هنتكلم الاول كده عن الرفاهية والدلع اللي في العربية. العربية دي طبعا مبدئيا كده بتيجي بستارت انجن ودخول ذكي اللي هو بصمة الابواب وبصمة شنطة او الشنطة كهرباء يعني، وكراسي كهرباء وفرش جلد الكنتارا زي ما انتم شايفين وهنشوفه بالتفصيل. وطبعا فيها نظام سبورت مود متميز جدا هنشوفه دلوقتي برضو، وعدادات ديجيتال وشاشة تكييف في مخدع اليد وفرش الجلد طبعا الكنتارا وامبيانت لايت في الابواب ويلكم لايت من بره، سقف فتح سقف بانوراما، فبينزل فيها شوية حاجات حلوة قوي ودلع حلو قوي يعني. هنشوفه بالتفصيل واحنا بنتفرج على العربية من بره ومن جوه ونشوف الدنيا فيها ايه يعني، بدل ما نتكلم عنه من غير ما نشوفه. يلا بينا نتفرج على العربية من جوه ونرجع تاني. ودي العربية الـ MG الـ HS من جوه. طبعا اول حاجة هتيجي عليها عينك التورا المالتي وزرار السبورت مود، طبعا عدادات ديجيتال، الامبيانت لايت اللي في الابواب طبعا، بتلف العربية كلها من جوه ومن ورا كمان يعني الامبيانت لايت واصلة لحد ورا. طبعا الفرش بتاعها تحفة، وجلد الابواب انا بعتذر طبعا انا بصور لكم بالليل ممكن ما يكونش واضح قوي. لمسات بقى فيها لمسات حلوة قوي يعني، مخارج USB. الحتة دي بصراحة عجباني جدا يعني، زي شبه المرسيدس قوي يعني. التطريز بتاع الجلد والخامات بتاعتها تحفة. طبعا علامة تروفي هنا، فتحة السقف البانوراما، وهنا الإضاءة، مكان النضارة، ودي طبعا الشاشة بتاعتها، وهنا في تلاجة طبعا في مخدع اليد. ده شكل المفتاح بتاع العربية. فرامل الكهرباء. شوف شكل العدادات. اظن مفيش اجمل من كده يعني، بالاخص لما نفعل السبورت مود. كل حاجة بقى في العربية بتتقلب حمرة، والامبيانت لايت برضو نفس الكلام، هي بنفس الكلام تديك طابع شرس قوي يعني، اللي هو بتقولك يلا دوس نرجع تاني عادي. طبعا زي ما انتوا سامعين مفيش اي صوت للعربية يعني، مرايات فريملس شيك قوي يعني. طبعا دي بقى الحاجات الالكانتارا اللي في الفرش، والكراسي برضو فيها نفس الكلام. ده مكان كوبايات. بيفتح برضو بطريقة بريميوم قوي يعني. بس كده دي كانت كل حاجة عن العربية من جوه. يلا بينا نطلع نتفرج عليها من بره ونرجع تاني بقى. ودي الـ MG الـ HS من بره.
لقطة بقى حلوة هتقولوا عليا تافه، بس هي اكتر حاجة عجباني في العربية علامة تروفي انها موجودة في ناحية واحدة بس. طبعا بصمة الابواب جنط شيك جدا بصراحة، يعني ده جنط 18 مش لان. دي الشبكة الأمامية، هو في هنا مكان لكاميرا أمامية بس دي بتنزل بره ما بتنزلش هنا، يعني دي متطببة. طبعا مفيش سنسور أمامي. فكات الليدات بتاعت العربية حلوة جدا، يعني هوريكوا حاجة. الويلكم لايت بتاعتها لما بنيجي نفتح العربية حركة صايعة قوي بصراحة، حركة الويلكم لايت دي صايعة قوي جدا. يعني دي طبعا العربية من جوه، الكراسي الكهرباء، ده شكل الفرش. دي العربية من ورا علامة ام جي هنا، بس برضو من دي الشياكة، يعني هما مهتمين هنا بالتفاصيل جدا. يعني ده النور الخلفي، طبعا الشنطة كهربا، بس. ودي كانت كل حاجة عن العربية الـ AMG الـ HS. يلا بينا بقى نرجع جوه تاني. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشكر كل واحد وصل للنقطة دي من الفيديو، وأتمنى طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بتنزل يعني. ولو في حد ما اتفرجش على الفيديوهات اللي فاتت يا ريت يروح يتفرج عليها. ولو انت طبعا اول مره بتشوفني اتمنى تسيب لي رايك في الكومنت، ولو في عربيه في دماغك يا ريت تقول لي عليها في الكومنتات اعمل فيها اعمل لها ريفيو، واكيد مش هتاخر عليكم في اي حاجه يعني. بس اتمنى برضو لاخر مره اتمنى تشتركوا في القناه، وشكرا جدا لكل واحد وصل للنقطه دي من الفيديو، والسلام عليكم.